طيب انا معايا تليفون من صديق اخر، صديق لينا مشترك يعني. لا والله. يا بيبو. اهلا لميس، ازيك يا بيبو؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. لسه جايبين سيرتك بالخير والله يا حبيبي. والله يا بالخير يا انت فين يا بوب؟ في ماليزيا ولا في كوالالمبور ولا بهاء حسين؟ انت فين دلوقتي، في السعوديه ولا فين؟ في السعوديه. اكيد بيبو بيلف الرحاله رحاله، وكل شويه يقول لك ايه، انا في العراق، انا في مش عارفه كوالالمبور، ماجلان. ماجلان. يا بيبو قول لي، احكي لنا على هشام بقى وذكرياتنا العظيمه انا وانت والشله. ايه انت عارفه، انت عارفه يا لميس، يعني قصص جميله مفيش اكبر من كده يعني. ان شاء الله. هشام طبعا شخص جميل، و يعني سعادتي هتكون مجروحه فيه انت عارفه، ويعني عشت عمر طويله، وسواء كنا يعني الغنى سوا ورحلات سوا والاصدقاء سوا والمقالب سوا. يا بهاء انتوا ياما عملتوا مقالب في بعض. وبعدين احلى حاجه انه يعني راجل جميل ما بيتغيرش خالص مهما طالت السنين، راجل يعتمد عليه وجدع، ويعني مش محتاج اقول لك انت عارفه. انا عارفه. احكي على بيبو بقى، احكي يعني. احنا هو ايهاب بهاء رفيق في التخت العربي. ايوه. كنت انا وبهاء وداليا وعليا ومنى. ايوه. وحسنين وكل وكلان. البنات طبعا صديقاتي. التخت العربي ده عملنا حفلات كتير في الجامعه وكده. لا التخت العربي فاكره اللي هو حسنين. صح. وبهاء. يا ده انت رجعت ورا خالص يا شباب. قديم قوي. فاكر التخت العربي ده ما يتنسيش يا بوب. يعني يا منتقى الصهباء يا لالي يا ورده في الصبح. فاكر؟ يا كنا بنعمل يعني كنا بنقيم حفلات في الاورينتال هول وفي الفاونتن اريا وفي الحاجات دي. العالم دي قديمه على فكره والله. انا اكبر منكم كلكم عشان تبقى فاهم يعني. انا ماليش دعوه بيكم. انا بابا. انا كنت لسه في المدرسه. ايوه ده صحيح، ده صحيح. هتفضحوني. زائد ان بهاء كمان انا كنت بشوف فيه صوره ال كمان الشاب الرياضي. كان منطلق ويلعب بكوره ويلعب فولي ويلعب ويعوم وينجري ويخش ويعمل رحلات ويعمل. كان بالنسبه لي هو الشعله اللي في اليونيون اللي كانت دايما منطلقه، فكنت بحبه وكان بيديني انسبريشن في الموضوع. صحيح. ده الاكشن والاكتيفيتيز والحاجات دي. بحبك يا بوب والله. ربنا يخليلك. بنات سنه وانت طيب، والبنات والف مبروك. وجيجي. وجيجي.